يعني مو سهل علي أنا بعض أولادي في البحر. وأنا تركت بنات تنتين في سوريا وعندي ثلاث أطفال مع أبوهن، اثنين صغار وواحد لأ مو صغير مع أبوهن. وزوجي كان يشتغل مدير مدرسي، مدير لمدرسي، وزوجي معه لغة عربية دبلوم تأهيل تربوي. أنا طبعاً عانيت وعبعاني كل هالمعاناة حتى ألحق في زوجي وولادي واشتقت لهم. متواصل مع زوجي وأولادي على الواتساب. ونحن أجينا لهوني على أساس أنه بتعرفوا كان الطريق فاتح، رح نكمل كنا الطريق وتغيرت القوانين وبقينا نحن هوني. يعني قالوا لنا أنتوا يعني لم الشمل أنه راح تروحوا وتلحقوا الأطفال يروحوا يشوفوا أبوهن وراح تعيشوا يعني حياة أفضل. أجينا لهون ما لقينا اللي نحن كنا جايين من شأنه، أو ما لقينا شيء منه. بس جينا لهون يعني كلهم عم بيقولوا انه لم الشمل راح يستغرق من 6 شهور للسنه، فعم نلاقي هون صعوبه انه ليش هالمده هاي الطويله.